السلام عليكم وأهلا بكم. أضواء على الأحداث وحلقة جديدة ونبدأها بالعناوين. حول وباء كورونا، استعداد عالمي لإنهاء الحجر ومطالب بتحقيق دولي حول أصل الفيروس. وفي اليمن، الانتقالي يقود انقلابا ثانيا في الجنوب بدعم إماراتي وصمت سعودي. وفي العراق، الكاظمي يفشل في نيل الدعم لتشكيل حكومته ويعود لنقطة الصفر. أهلا بكم. البداية دائما حول آخر مستجدات وباء كورونا. ونبدأ معكم في استعراض آخر أرقام الإصابات والوفيات وعدد من تعافى من هذا الوباء في هذه النشرة. على الرغم من تجاوز عدد وفيات وباء كورونا لمئتي ألف عبر العالم، إلا أن دولا عديدة تتجه نحو الرفع التدريجي لإجراءات العزل الصحي. في إسبانيا، ثالث أكثر الدول تضررا بالوباء، ستسمح السلطات بدءا من اليوم الأحد بخروج الأطفال من منازلهم للمرة الأولى منذ 6 أسابيع. أما فرنسا، فمن المرتقب أن تعلن الحكومة عن استراتيجيتها للخروج من حالة الحجر الصحي. وفي إيطاليا، تنتظر البلاد اتخاذ قرار مصيري نهاية هذا الأسبوع بشأن اختبار القيود التي سترفع عندما ينتهي العمل بفترة الإغلاق الحالية في 3 مايو المقبل، مع ترجيح أن يسمح للإيطاليين مع بداية الشهر المقبل بمغادرة منازلهم بحرية. يأتي هذا في وقت تعالت فيه الأصوات المطالبة بفتح تحقيق دولي حول أصل الفيروس. وقالت الحكومة الأسترالية إن رئيس الوزراء سكوت موريسون طلب الدعم لفتح تحقيق دولي بشأن هذه الجائحة، وذلك في اتصالات هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ومن جهتها، رفضت بكين دعوات التحقيق وقالت إنه تسييس للجائحة. أرحب بضيوفي في هذه الفقرة معي عبر سكايب البروفيسور عبد المنعم حميد، أخصائي أمراض الصدر والعنان المركزة في مستشفى فوش في باريس. أهلا بك معنا دكتور. مساء الخير. نعم، مساء النور. وأيضا عبر سكايب الدكتور ماهر حميش، استشاري جراحة عامة وأوعية دموية من لندن. أهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. طيب، أبدأ مع بروفيسور عبد المنعم. ما الذي يدفع الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا في التفكير في رفع إجراءات العزل؟ تحياتي لك سيدي وللسادة المشاهدين. هذه استراتيجية تعتمدها الدول، أتحدث أنا هنا في أوروبا عن إسبانيا، عن فرنسا، عن إيطاليا. بعد أن وصلت الحالات إلى الذروة في الأسبوع الماضي تقريبا، وبدء تسطح المنحنى البياني لكثرة الحالات وبدء
بدأه بالانحسار والانخفاض تدريجيا. ابتأت بعض الدول طبعا الرفع الجزئي لهذا الحجر الصحي، ولكن بشروط وأسس. هذا الحجر يجب أن يترافق مع ارتداء أو لبس الكمامات في عند التنقل خارج المنزل أو في المدرسة أو في العمل، والتقيد بالتباعد الاجتماعي والمسافي، والتقيد بعدم الاجتماع للأشخاص لأكثر من عدد محدد تحدده كل دولة بحد ذاتها. عشان هيك بلشت إسبانيا بدءا من اليوم بخروج الأطفال. فرنسا المقرر ما قرر سابقا هو في 11 مايو ستعود المدارس، ستعود آليات المعامل والمصانع إلى العمل، ولكن هذا سيكون بجزء تدريجي. نحن لا نستطيع أن نتخيل أن المصانع أو المعامل أو حتى المدارس ستعود إلى العمل بطاقتها. طيب، ولكن دكتور هناك نقطة تحتاج إلى توضيح، عفوا على المقاطعة. إن كانت أرقام الإصابات كل يوم في ارتفاع مستمر وأعداد الوفيات أيضا في ارتفاع مستمر، فأين هي المؤشرات التي تدفع الحكومات لتخفيف إجراءات العزل؟ طبعا الإصابات بدأت بالتنازل في مختلف الدول الأوروبية. نتكلم عن فرنسا، عن إيطاليا، عن إسبانيا. في الأسبوع الماضي عندنا الإحصائيات تشير إلى بدء تناقص عدد حالات الإصابات وزيادة في خروج المرضى وتعافيهم من المشافي، وزيادة في خروج المرضى من العناية المركزة. هناك علامات إيجابية في نقص عدد الإصابات، نقص في الوفيات، وزيادة في خروج المرضى من المشافي ومن العناية المشددة. هذه كلها علامات تساعدنا على القول بأن الأمور حاليا تحت صحيح. أنه عندما سيبدأ رفع الحجر الصحي سيكون هناك ارتفاع طفيف في عدد الحالات من جديد، ولكن هذا لن يشكل عبئا أو وباء كما حدث في بداية الأزمة. طيب دكتور ماهر، سؤالي لك، هل الدوافع هي دوافع اقتصادية؟ لأن هناك تصريحات خرجت من رؤساء ومن رؤساء حكومات تتحدث عن المشكلات الاقتصادية الشديدة التي حدثت نتيجة وباء كورونا، أم أن هناك مؤشرات طبية وعلمية تتحدث عن تراجع الفيروس وسيطرة بعض الدول الأوروبية عليه؟ شكرا لك. هو يعني المشكلة في موضوع كورونا صعب أنك تفصل عنه السياسي عن الاقتصادي عن الاجتماعي، صعب أنك تحيد المواضيع باتجاه كامل. بتصور القرار هلأ بشكل رئيسي هو تحت ضغط سياسي اقتصادي أكثر منه تحت ضغط طبي. مثل ما حكى الزميل من باريس أنه هو في بوادر تحسن، بس حتى الآن نحن ما طلعنا من الموقف نفسه. لسه في إصابات كبيرة، لسه في عدد وفيات كبيرة بكثير من البلدان، استعطها في ازدياد بكثير من مناطق. لسه ما بنعرف شو اللي حيصير، لأنه الدول تعاملت مع الجائحة بطرق مختلفة. ناس عملت لوكداون بكير، ناس عملت متأخر، ناس عملت التجربة السويدية اللي هي الهيرد إميونيتي ولا غيرها. لسه في كتير يعني تخبط في الاتجاه، بس بالمجمل في المتغيرات شغلتين مهمين. هلأ الأنظمة الصحية صارت على استعداد أكثر لأنها تتقبل عدد حالات أكبر، فصارت يعني عندها استعداد للتأقلم. والأنظمة بشكل عام صار عندها نوع من الخبرة يعني كيف تطبق الإجراءات إذا اضطر ترجع مرة تانية، فحيكون أقل تخبط. هدول اثنين مؤشرين جيدين لأنه تصفي الناس تفكر بأنها ترجع تفتح عجلة الاقتصاد. حيكون في كلفة بشرية هذا الموضوع. في نقطتين مهمات هلا يعني ريسنت اللي كانوا باليومين الماضيات، واحدة من نيويورك على نسبة الناس اللي عندهم ضغط وسكر وسمنة. هني معظم أظن من ضمن 6000 حالي كانوا هني الماجوريتي الناس اللي عندهم الحالات هاي. النقطة الثانية هي موضوع الحرارة وموضوع الصيف، ولسه في حكي كتير عنه طلع يعني أكثر من مرة معلومات متضاربة عن الموضوع، أنه موضوع ارتفاع الحرارة في الصيف هي حتقلل نسبة العدوى ولا غيرها. بالمجمل أظن صانع القرار بالاتجاهات هاي كلياتها هو تحت ضغوط اقتصادي. طيب سياسي في نقطة الحرارة وصحي بنفس الوقت، وعم يحاول يجمعهم كلياتهم بأقل نعم. خسائر ممكنة. في نقطة الحرارة ارتفاع درجات الحرارة، هل ثبت حتى الآن في أي دراسة علمية خرجت من أي دولة أن ارتفاع درجات الحرارة يضعف وباء كورونا أو فيروس كورونا؟ مش بموضوع أنه يضعف. اللي شافوا أنه أنت المشكلة بفيروس كورونا أنه نقطة رئيسية في عندك انتشار بالرذاذ اللي موجود في الهواء والانتشار الموجود على السطوح، أنه لما بيكون على السطوح
بيقعد عندك فترة يوم يومين أو يعني وقت محدد بحيث إنه بيجي الشخص الثاني برجع بلمسه بينه لنفسه. فاليوم اللي آخر شيء شفته كانت هي عبارة عن موضوع أنك أنت لما تكون درجة الحرارة يعني خلينا نقول 20% 20 درجة نسبة يعني تقريبا خلال ساعتين بيكون نص عدد الفيروسات الموجودة على السطح راح. لما بتعمل الحرارة 35% أنا بحكي على حرارة الجو، نسبة الفيروسات اللي على السطوح خلال ساعة بصير النص، إذا كان عندك مثلا 100,000 بصير 50,000 يعني فرق جدلا. فالأمل بأنه أنت لما بيكون في حرارة مع الصيف وغيرها حيكون فترة تواجد الفيروس على السطوح أقل، وبالتالي فترة الترانسميت يعني فترة الانتقالية تبعيته للفيروس حتكون أقل. الفيروسات بتشتغل على ثلاث شغلات، على موضوع العدوى، موضوع أنها تكون فت لأنها تسبب الإمراضية، وموضوع أنها تعمل الفيرولنس يعني تكون ممرضة بشدة. هذا الفيروس قوي في الثلاثة، فأنت أي مهاجم إلى واحد الأزرع هاي عم تكون مفيدة بنتقلل انتشاره. طيب دكتور عبد المنعم أعود إليك مرة أخرى. منظمة الصحة العالمية تحدثت عن تلك الحالات التي أصيبت بكورونا ثم تعافت منه ثم عادت وأصيبت بالفيروس مرة أخرى، تحدثت عن المناعة الذاتية، هل هناك تفسير لذلك حتى الآن؟ في الواقع هذه الحالات التي تم تداولها بإعادة الإصابة هناك موضوع نقاش. يمكن أن نقول أن هناك الفيروس ما زال موجودا في عند هذا الإنسان الذي نقول عنده إصابة من جديد، ولكنه كان خاملا بعد فترة معالجة أو فترة 14 يوم، ومن ثم عاد للظهور وكان اختبار البي سي آر إيجابي. هذه تبقى حالات قليلة وحالات قابلة أيضا للنقاش. يمكن أن نقول أن هناك أيضا بعض الحالات التي يكون فيها الاختبار سلبي كاذب، يعني عندما نجري وأجريت على وحدثت عندنا في المشفى أنه مع أطباء كانوا مصابين تم شفائهم والبي سي آر كان نيجاتيف وقلنا انه تعافوا، ولكن بعد اسبوع او اسبوعين كان في عندنا اختبار ثاني ايجابي. هنا ندعو للنقاش، هل كان الاختبار الاول حتما سلبيا او كان سلبيه كاذبه؟ يمكن ان نشك بذلك. لذلك نقول انه عند اخذ العينه لتاكيد سلامه المريض بزوال الاعراض ومن ثم اخذ العينه من الانف او الفم يجب اخذها بشكل جيد حتى تكون مؤشر جيد على اخذ العينه، نقول عندما تقول لدينا البي سي آر نيجاتيف حتى نقول أنه نيجاتيف. لذلك هذه الحالات قد تكون هي حالات مشكوك بها وليست هي بحد ذاتها حالات عدوى جديدة للفيروس. نعم. طيب دكتور ماهر، إذا ما تحدثنا عن بريطانيا كنموذج، تجاوزت حالات الوفيات هنا في المملكة المتحدة 20,000 حالة وربما سيرتفع الرقم اليوم أيضا، هل فشلت الحكومة البريطانية في مواجهة الفيروس على الرغم من إجراءات الإغلاق التام والعزل والتباعد الاجتماعي؟ لا، ما بتصور فيك تدعو فشل، لأنه يعني أقل الخسائر الممكنة. يعني بأول الجائحة للتنبؤات كانت لو طبقت أساليب الحجر حيكون عندك حوالي 20,000، لو ما طبقتها حيكون حوالي 200,000 بين الحد الأدنى والحد الأقصى. الوضع ببريطانيا مثل أي دولة تانية، يعني كانوا عم يتعاملوا مع الموقف كيف ما عم يتطور ويحاولوا، يمكن لو طبقوا الحجر على بكير كان حيكون في عدد وفيات أقل، بس بالأخير هو بس تأخير المشكلة. أنا بس عندي تعليق على موضوع الإميونيتي، موضوع تعليق منظمة الصحة العالمية عليه. الموضوع خطير جدا، لأنه أنت إذا معروف عن الفيروسات أنت لما بينصاب وبيشفى منه شخص بشكل عنده مناعة، فإذا هذا الفيروس ما عم بشكل مناعة عند المعافين منه، معناته في إشكال كبير أنك أنت الناس، يعني حتى موضوع مناعة القطيع، حتى موضوع التجربة السويدية ولا غيرها ما حيفيد، لأنه أنت حتى بس مجرد ما فكيت الحظر حترجع الناس يعني تنصاب بطريقة ما. فكانت الناس معولة على أنه أنت في صار عندك عدد من الناس بالمجتمع حوالي 50-60% منصابين حيعملوا نوع من الوقاية لبقية المجتمع، ومع أساليب الوقاية فحتقلل نسبة الإمراضية ونسبة العدوى. بس إذا كان في فعلا عم يرجع إعادة إصابة بالفيروس، هذا الموضوع يعني معناته بدنا نضطر بي، يعني الوسيلة الوحيدة هي وسائل العزل حنضل ملتزمين فيها في الوقت الحالي حتى نلاقي حل تاني.
طيب دكتور، ما هو يعني بما تفضلت به الآن بأن هذا الأمر أمر خطير، إنهاء الحجر الصحي بهذه الطريقة سيؤدي لموجة أعنف من الإصابات في الأسابيع المقبلة. إنهاء الحجر الصحي بده يعمل إنهاء الحجر الصحي، لأنه نحن معظم الدول يعني حتى الدول اللي هي إيطاليا اللي هي ahead of the curve، يعني اللي هي أكثر شيء متقدمة، لسه عم يصير عندها حالات. ونحن بإنجلترا حيكون في نفس الشيء، ونفس الشيء بفرنسا ولا غيرها، الإصابات حيصير في زيادة أكثر. بس يعني أظن هو الحسبة كانت إنه أنت أول شيء حيفتحوها بشكل تدريجي، يعني قولا واحدا كل الناس حيفتحوا بشكل تدريجي، الناس اللي عاملة إغلاق مثلا للفئات اللي خطورتها أقل، المدارس، الشبان، غيره. بفرنسا مثلا يمكن الزميل من فرنسا بيحكي أحسن مني عن الموضوع، بس اللي فهمته إنه حيفتحوا للصناعات اللي بتعمل الأقنعة. النقطة الثانية حيعملوا نوع من يعني مثل إجبار إنه ترتدي كل الناس أقنعة. يعني النقطة المهمة إنك أنت حيزيد عندك الإصابات، بس بطريقة مسيطر عليها، بطريقة أنت لو احتجت معالجة حتلاقي خدمة صحية، خدمات صحية تعالجك. وبنفس الوقت ما توقف الاقتصاد، لأنه كمان صار تطلع مشاكل تانية عندك، موضوع يعني استمرار الحياة هذا شيء ما لا يمكن تجاهله، غير عن المشاكل الاجتماعية، المشاكل النفسية. أنت لما بتقعد تحصر مجتمع ممكن يتحمل 4 أسابيع 5 أسابيع ولا غيره، بس بعدين حتطلع عندك مشاكل كتير كبيرة. نعم، أعود إليك دكتور عبد المنعم. وفي يعني سياق آخر، المطالبات بالتحقيق فيما حدث في ووهان الصينية، برأيك هل له سند معقول تلك المطالبات الأسترالية؟ رئيس الحكومة يدعو لفتح تحقيق دولي عاجل. هاي الأمور تدخل فيها السياسة، يدخل فيها الاقتصاد ونظرية المؤامرة من جديد. أنا كنت من الأشخاص الذين قالوا منذ البداية نحن أمام فيروس، أمام جائحة كبيرة، علينا أن نركز حاليا على معالجة المرضى، على تقييد هذا الفيروس، الإقلال من انتشاره، ومن ثم إيجاد العلاجات، إيجاد اللقاحات، ونترك الأمور الأخرى جانبا حتى الآن. ولكن يتكلم الكثيرون في الإعلام وحلقات التواصل الاجتماعي، هل كان الفيروس مصنعا، هل كان هناك خطأ عندما أجري الفريق الطب العلمي لديهم من أجل اختراع أو تصنيع لقاح للإيدز واختلاط بعض المركبات مع بعضها. هذا تبقى نظريات، نحن لم نشاهد من كل الأشخاص الذين تكلموا عن ذلك أي ورقة مكتوبة أو أي فيلم موثق عن كيفية تحول هذا الفيروس أو عن كيفية تصنيعه. لذلك إنه المطالبة بمحاكمة أو متابعة أو إجراء تحقيق كل شيء وارد، هذا مطالبة مشروعة، ولكن نحن نضع الشك في كل ذلك. هل هذا الأمر حقيقيا؟ هل هناك وراءه دوافع سياسية أو اقتصادية؟ المطالبة بهكذا مشروع هي مطالبة محقة، ولكن على أي شيء سوف نبني هذه المطالبة؟ وهل هناك حقا سوء في تصنيع الفيروس، أو هناك شك في تصنيع الفيروس، أو خلل أثناء اختراع اللقاح من أجل الإيدز؟ كل هذه مجموعة من الأسئلة ننتظر فعلا الإجابة عليها، ولكن ليس لدينا وثائق ملموسة أو وثائق مكتوبة. أو كل من قال على من أمريكا أو من فرنسا أو من أي بلد قال قولا على شاشات التلفزيون، ولكن لم نرى أي وثيقة مكتوبة، أو لم نرى أي بحث مكتوب أو موقع عليه لنقول نعم قال البروفيسور الفلاني حدث خطأ أثناء التصنيع أو أثناء الاكتشاف، وبناء عليه فإن هذا الفيروس مصنع. هذا لم يصرح به أحد حتى الآن. طيب دكتور ماهر، أعود إليك مرة أخرى. الصين في الحقيقة تواجه اتهامان، الاتهام الأول هو أنها من صنعت هذا الفيروس كما وصفه ترامب في البداية بالفيروس الصيني. والاتهام الثاني، والذي أكدته Human Rights Watch المنظمة الحقوقية الدولية، أن الصين أخفت عن العالم أعداد الإصابات، أخفت أعداد الوفيات، وأخرت الإعلان عن الأوضاع داخليا في ووهان. يعني إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع هذه الاتهامات؟ أنا خليني بدأ من موضوع التحقيق. موضوع التحقيق بتصور لازم ينعمل هلأ، لأنه
مش لدوافع سياسية ولا غيره. بالتأكيد لأن في دوافع سياسية، دوافع اقتصادية، في خلافات بين الصين وأمريكا وغيره، بس على الأقل بيساعد نحن نفهم شلون نتعامل مع الجائحة. يعني حتى الآن كمنظمة عالمية أو غيره عم نتعامل كل مين بطريقته، وفي كتير أسئلة غير مجاب عليها، في كتير معلومات، أرقام مثلا اللي طلعت من الصين هل هي صحيحة ولا لا، كيف تفشل الفيروس ولا غيره، علاقة الصين مع منظمة الصحة العالمية، هل فعلا في قصة موضوع يعني تآمر أو غيره، موضوع يعني اتهامات ترامب ما نحن بناخذها على محمل الجد كلياتها، بس في وقائع على الأرض. البريدكشن كانت لأنه الصين أنت ب 20 فبراير أحد الريبورتات اللي قريتها كان لازم يكون عندها حوالي 280 ألف إصابة ماشي الحال على بدايه الازمه، واللي صرحوا فيه انه هلا ما عاد في عندهم وفيات. طيب كويس، اذا ما كان في عندهم وفيات هلا معناته هن حسنوا يعالجوا الفيروس، معناته ينقلوا الخبره هاي للعالم كلياتها مشان ينقذوا البشريه. ففي كتير نوع من نقص الشفافيه بالتعامل معه، فلذلك فتح موضوع التحقيق بتصور هلا وقته مو تاجيله، لانه بيساعد انه يخلص العالم من الازمه كلياتها. لا تنسى عندك هسه في كتير دول في اسيا وافريقيا وغيرها الساعتها كل ما هنالك انها مسكره ابوابها، ما نعرفانين شو حيتطور الموضوع عندهم. فانت لو حسنت تفهم اساس المشكله منين اجت ممكن يكون اسهل معالجتها. طيب هو هل يمكن لاي دوله ان تخفي ارقام الاصابات والوفيات دكتور؟ بالتاكيد، لانه انت عم تاخذ يعني كلياتنا او اي حدا بيحكي بالموضوع عم ياخذ الموضوع من سجلات وزاره الصحه وسجلات الاشياء المعلنه ماشي الحال. فانت الارقام اللي بيعطوك اياها بتقولها، بس الناس العاملين مباشره يعني بالحقل الصحي ولا غيره بيعرفوا اللوكالي شو عندهم. نعم. بس اما ناشونالي وانترناشونالي انت بدك تعتمد على مصداقيه المؤسسه نفسها. طيب دكتور عبد المنعم اعود اليك مره اخرى. بالامس نشرت جامعه سنغافوره للعلوم دراسه اثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. في الحقيقه تحدثت ان معظم الدول تجاوزت مرحلة الذروة إلا بعض الدول، وحددت أياما بعينها في شهر مايو ويونيو ويوليو لانتهاء الفيروس في هذه الدول. يعني لو اطلعت على هذه الدراسة، هل تتفق بأن معظم دول العالم تجاوزت مرحلة الذروة؟ طبعا ليس هذا بالشكل الصحيح او الصادق. فبريطانيا طبعا لم تصل بعد الى مرحله الذروه، امريكا لم تصل بعد الى مرحله الذروه، في دول في افريقيا او في جنوب امريكا لا نعرف عنها الكثير، لذلك لا نستطيع ان نحدد ان نقول ان الذروه لهذا الفيروس هي في شهر مايو او في شهر حزيران بالنسبه لدوله معينه. لكل دوله ستكون هناك ذروه محدده، لن نستطيع أن نشمل ذلك لكل الكرة الأرضية. وعندما توجد هذه الدراسة التي نشرت البارحة، ربما تكون هي الدراسة بحد ذاتها للمنطقة المحلية للبلد أو للتجمع، لكن لن تكون دراسة شاملة لكل الكرة الأرضية أو لكل دول العالم. من الصعب التصديق أن نقول أننا نستطيع أن نتنبأ أن الذروة ستكون في البلد الفلاني في اليوم الفلاني. حتى على مستوى فرنسا لاحظنا وجود مناطق موبوءة أكثر من غيرها، مناطق وصلت للذروة مثل الألزاس وصلت إلى الذروة قبل ما توصل إلى المنطقة الباريسية. لذلك لا نستطيع أن نعمم هذه الدراسة على كل العالم. أشكرك شكرا جزيلا البروفيسور عبد المنعم حميدة، أخصائي أمراض الصدر والعنايه المركزة في مستشفى فوج في باريس، كنت ضيفي عبر سكايب. كما أشكر ضيفي من لندن عبر سكايب الدكتور ماهر حميش استشاري الجراحة العامة والأوعية الدموية، شكرا جزيلا لكما. وحلقتنا مستمرة بعد الفاصل، تابعونا.